معنى آية يخرج من بين الصلب والترائب؟ تعتبر سورة الطارق المباركة من السور القرآنية الجامعة، وذلك بسبب ما تعرضه من حقائق كونية هامة بدقة شديدة تجعل الغافلين ينتبهون ويستيقظون من غفلتهم. لذلك يجب التعرف على جميع معاني آيات سورة الطارق، وبخاصة معنى آية يخرج من بين الصلب والترائب. قال الله تعالى في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقد قال العلماء أن المقصود بقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق هو تذكير الإنسان بطريقة خلقه، حيث يعتبر وينتبه من الغفلة ويدرك أن الخالق الذي خلقه ابتداء قادرا على بعثه ومن ثم إحيائه مرة أخرى، لذلك لابد من الاستعداد والتجهز ليوم الحساب. يقصد بقوله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أن أصل خلق الإنسان هو الماء الدافق، ومعنى آية يخرج من بين الصلب والترائب أي أن هذا الماء يتدفق بين صلب الرجل، والمراد بالصلب أي الظهر. أما الترائب فهناك اختلاف بين العلماء في تحديد معناها، فقيل أن الترائب يراد بها موضع القلادة من صدر المرأة، وقيل الترائب هي ما بين المنكبين والصدر، كما قيل أن الترائب هي عصارة القلب. ومعنى الماء الوارد في الآية هي النطاف التي تخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائب المرأة أو مائها، وهو ما أثبته العلم الحديث بعد 1400 سنة على نزول هذه الآية الكريمة.